كثرت شبوة شوكة الإمارات في اليمن وأفسدت مغامرة الانتقال الدموية. ما حصل في شبوة؟ هل سيغير المعادلة في عدن؟ وهل ستحافظ الشرعية على هذا الانتصار؟ أم أن شبوة ستتحول إلى ساحة للصراع؟ أهلا بكم. قالت شبوة كلمتها في وجه انتقالي الإمارات. كانت المعركة مهمة لتعيد لليمنيين ثقتهم بأن ما يحدث ليس خيانة، وأن الجيش الوطني لا يزال حاضر، وأن شبوة كسبت كل الرهانات. صحيح، خاضت شبوة معركتها وكسرت شوكة الإمارات، لكن كما يقول ابن شبوة علي الأحمدي: لا تنتظر أن تصنع شبوة لوحدها نصر الدولة وشرعيتها، فالمعركة معركة اليمن أمام مشروع الفوضى الخارجي. تقول المعلومات إن ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات تحشد قواتها لإسقاط شبوة، ويقول الشارع اليمني: يجب ألا تخذل شبوة أمام التحشيد القادم من قبل قوات الانتقالي، بل أن تكتمل معركة اليمن ضد ميليشيا الحوثي والانتقالي على حد سواء. فالإمارات لن تقبل هزيمتها في شبوة، فهل تستفيد الشرعية من غياب الحاضنة الشعبية ويفوق الانتقال من وهم تمثيل الجنوب؟ ما هي مخاطر العودة لإسقاط شبوة وردة فعل الانتقال وعنفه؟ كيف سينعكس هذا الأمر على المجلس الانتقالي؟ توصيف الشرعية أن ما حدث في شبوة بأنه تمرد، هل أعطى الضوء للناس للدفاع عن أنفسهم؟ ومنهار يوم همت الرجال وشدت عليه انهار في لحظة بسيطة. قيل الهزيمة يتيمة والنصر له ألف أب، هذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة في شبوة. شبوة التي أثبتت أنها عصية على قوات المجلس الانتقالي وكسرت المدرعات الإماراتية سجلت نصرا مستحقا، لكن لا يزال أمامها مشوار طويل لتعلن انتصارها النهائي في ظل استمرار تحشيد الانفصاليين إليها. هتف الجميع لشبوة التي ردت الاعتبار للجيش الوطني وللشرعية ذاتها في الجولة الأولى من المواجهة، فقد تمكنت قوات الشرعية من تأمين المحافظة، ووجه المحافظ محمد بن عديو رجال الأمن والجيش بحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في المحافظة. لكن الانتقال لن يقف ساكنا، ولن تسلم الإمارات بخسارتها في معركتها التي أعدت لها طويلا. فأربع سنوات كانت لمعركة أعد لها جيدا، وباتت قوات الحزام الأمني والنخبة المدعومة من الإمارات مهيئة تماما للانقضاض على المحافظات الجنوبية وإسقاطها الواحدة تلو الأخرى. سقطت عدن وأعقبتها أبياً، لكن ما حدث في شبوة خلال ساعات الماضية قلب المعادلة. فوتت شبوة الفرصة على الانتقال والإمارات معاً، وتمكن الجيش الوطني والسلطة المحلية من مواجهة أدوات أبو ظبي. لكن المعركة لم تنتهي بعد، ولا تزال الأخطار تحيط بهذه المدينة الصلبة. فقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات تعلن التعبئة العامة لتحرير عتق حسب تعبيرها. تقول الأنباء الواردة إن الانتقال يحشد المقاتلين للسيطرة على عاصمة المحافظة واستعادة الاعتبار المفقود، وهذا يعني أن الخطر لا يزال يحدق بشبوة أكثر من أي وقت مضى. تحذيرات كثيرة أطلقها متابعون من مغبة ترك شبوة تواجه مصيرها منفردة دون تعزيز عسكري أو مساندة سياسية، بالإضافة إلى تحرك دبلوماسي ضد أبو ظبي كداعم ومسؤول عن هذا العبث. هذا وحده ما قد يجعل انتصار شبوة حقيقة واقعة، أو فلتنتظر المصير ذاته الذي لاقته المقاومة في يريم وعتمة وحجور وغيرها من المناطق التي قاتلت وحققت انتصارات كبيرة في مواجهة ميليشيا الحوثي، لكنها خسرت المعركة نتيجة نقص الدعم والإسناد وخذلان الشرعية. فهل ستحرص قوات الشرعية على تلافي أي خسارة عسكرية في الجولات المقبلة؟ هذا ما ستجيب عنه اللحظات القادمة. أهلا بكم مشاهدينا، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو صلاح بابقي الإعلامي، كما سينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ صلاح. مساء النور. إذا شبوة تصمد وقوات الجيش تسقط معسكرات النخبة التابعة للانتقال، كيف تتابع ما يحدث في شبوة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. شبوة حققت نصر باسم الجمهورية اليمنية كاملة، الجمهورية التي ظلمت من حلفاء كان يفترض بهم أن يناصروا الشرعية وأن يحققوا الأمن والاستقرار للمواطنين، فإذا بأطراف التحالف تقوم بدعم ميليشيات وكأنها تهيئ لانقلاب آخر غير انقلاب الحوثي. شبوة حقيقة رفعت من معنويات اليمنيين جميعا، وكانت تقاتل باسم كل اليمنيين. مدينة في عمق حضرموت، كانت يعني هي مدينة جنوبية، وهي تواجه الآن أدوات أرادت الإمارات بهم أن تستثمر في قضية جنوبية لا تمثل هذه الأدوات، وإنما تمثل الإنسان الجنوبي الذي يريد استقرارا ويريد دولة تحقق الأمان لجميع اليمنيين. ففي البداية هذه المقدمة وجه التحية فيها لأهل شبوة ولشبوة، وأرجو الله تعالى أن يديم عليهم هذا النصر وأن تستقر الأمور أكثر فأكثر إن شاء الله. إذن يعني هناك من يتساءل، هل شبوة ممكن أن تقلب معادلة انقلاب عدن؟ يعني أو ما الذي يعني قلب المعادلة عمليا حتى الآن؟ لماذا نجحت الشرعية في شبوة ولم تنجح في عدن وأبيان؟ يعني شبوة نعم سوف تقلب الأمور، هذا هكذا نقرأ الأمور، لأن شبوة كانت مفتاح شرق اليمن، وكان الانتقال يريد بالوصول إلى شبوة أن يتجه إلى حضرموت بشكل كامل، وإلى المهرة، وإلى سقطرة بعد ذلك تكون جائزته الكبرى كما يريد الطرف الإماراتي. لكن شبوة الآن بصمودها أوقفت جحافل هذا المشروع الذي لا يريد لليمن خيرا، ولذلك نأمل أن تكون ارتدادات ما حدث في شبوة في صالح عدن، بل وفي صالح صنعاء، لأنه ما أخر تحرير صنعاء هي هذه الميليشيات التي تريد الشرب الجنوب والشرب الشمال. فمتفائلون جدا بأن تكون شبوة هي نقطة تحول، أولا في علاقة الشرعية مع الإمارات، وهذا كان واضح من خلال بيان ممثل اليمن في مجلس الأمن، وكذلك تحول للسعودية التي يبدو أنها منزعجة من التصرف الإماراتي، وكأنه تجاوز ما هو مرسوم بينهم في المشهد اليمني. نعم. إذن هل تعتقد أيضا أن هذه الشرعية سيسند انتصار شبوة، أم يعني هناك مخاوف شديدة من التفريط بشبوة كما تم التفريط بالعديد من المديريات والمحافظات التي حاولت يعني أن تقاوم؟ يعني تاريخ عبد ربه منصور هادي ومن معه هو على المحك الآن، يعني لا يمكن أن يستمر الأداء كما كان في السابق. على كل حال، صمود شبوة في هذه الفترة وانتصارها هو بلا شك رهين ترتيبات للجيش الوطني، واليوم تابعنا بيان الجيش الوطني من أن هناك تعزيزات سوف تصل إلى شبوة، وأن معنويات الجيش عالية، وأنهم سوف يحمون الانتصار الذي جرى في شبوة. ويبدو أن هذا يعني هو التحول الذي نريده ونقرأه في الشرعية، أنها سوف تعمل على تعزيز موقعها في شبوة، لأنه الآن معركة فاصلة، خسارة شبوة خسارة الشرعية كلها، ثم خسارة اليمن، ثم الدخول في فوضى عارمة. فيبدو أن الصمود في شبوة هو أمر ضروري من أجل المشروع الوطني برمته. نعم. إذن دعني أنقل هذا السؤال مرة أخرى لضيفي عبر الهاتف، الأستاذ شفيع العبد، وكيل وزارة الشباب من القاهرة. مساء الخير أستاذ شفيع. مساء النور عليك وعلى مشاهدي القناة وعلى ضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ شفيع. حتى الآن شبوة تحقق انتصارات كبيرة، وهناك تراجع لقوات الانتقالية. هناك من يتساءل، ما هي أسباب انتصار شبوة ويعني لم يتحقق هذا الانتصار في عدن وأبين؟ ربما الفارق هنا يكمن في القناعة المتولدة لدى أبناء شبوة، رفضهم لحالة الملشنة واصطفافهم خلف مشروع الدولة، حتى وإذا كانت الدولة ضعيفة. لكن عندنا مثل بدوي يقول: لا تأمن الدولة ولو كانت رماد. ف
فمن هذا المنطلق ربما الناس يشعروا بأن هذه الميليشيات لا تحمل أي مشروع، لا تحمل مشروع وطني ولا تحمل مشروع حتى للقضية الجنوبية. رأوا أمامهم الصورة واضحة في عدن وفي أبين. فبالتالي أيضا في الواقع الاجتماعي يختلف عن غيرها من المحافظات. إذن شبوة لديها واقع اجتماعي متماسك، لا زالت شبوة من تحكمها كثير من العادات والتقاليد والقيم التي لم تتخلى عنها، وبالتالي ربما كانت هذه هي أحد العوامل الأساسية في حسم المعركة. مع فارق أيضا مع التأكيد هنا على أن الحضور نعم أستاذ شفيع هل ما زلت معنا؟ مساء النور عليك وعلى مشاهدي القناة وعلى ضيوفك الكرام. نعم يبدو أن هناك خلل في الاتصال، سنعود التواصل بك أستاذ شفيع، الخلل من المصدر، المعذرة. عودة إليك أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، تطرق الأستاذ شفيع لنقطة مهمة وهي الدافع الاجتماعي المختلف لدى شبوة، حدثنا أكثر عنها. وكل ما اتجهت شرقا كلما اتضح أن هناك تنوع في المحافظات الجنوبية. المحافظات الجنوبية تحوي الكثير من الأفكار، وهناك كثير من المكونات التي تختلف مع رؤية المجلس الانتقالي الذي لا يريد أن ينفذ إلا أجندة الإمارات. أهالي شبوة يعني في خاصة في الأشهر الأخيرة ومع تعيين المحافظ الجديد وجدوا فرقا ملموسا في محافظتهم. هناك يعني عدد من المشاريع تم تنفيذها، هناك أمور يعني من جهة ميزانية المحافظة بدأت تحصل شبوة على إيرادات من النفط الذي يصدر من شبوة أصلا، يعني بدأوا يلمسون تطورا في منطقتهم. هذا التطور سوف يستمر مع الاستقرار. أما حينما يأتي الانتقالي فيعني أن شبوة سوف تدخل إلى النفق الذي دخلته عدن من عزلة وإغلاق بعض المؤسسات من قبل الحكومة. ولكن أيضا من أسباب صمود شبوة، ولعلنا نستدعي خطاب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري وهو يتحدث عن ما جرى في عدن، كان يقول يعني شكرا للإمارات لأنها مولت هؤلاء هذه الميليشيات بالمدرعات، وكان يقول أيضا السعودية تأخرت عن دعمنا ومؤسسة الرئاسة تأخرت. يبدو أن هذا الأمر أيضا اختلف في شبوة، أن هناك تواصل من مؤسسة الرئاسة مع المحافظة ودعم لها، وأيضا هناك حديث عن دعم سعودي لما جرى في شبوة، وأن هناك رفض ما فعله الانتقالي من إرسال وفد إلى جدة من أجل التفاوض، بينما هناك في شبوة يقومون بافتعال حرب هناك. وهذا يبدو أنه رسالة، وإن أختم بهذه النقطة، رسالة لكل الجنوبيين من أن هذه القوات التي تأتي من جبال الضالع ويافع لتقطع كل هذه الكيلومترات إلى شبوة ثم تريد أن تتجه إلى حضرموت، هذه رسالة إلينا جميعا أن نصطف خلف مشروع الدولة، لأن غير هذا المشروع هو مشروع أجنبي يريد فرض رؤية على الجنوبيين. إذن عند هذه النقاط أستاذ صلاح أعود إلى الأستاذ شفيع. أستاذ شفيع، يعني الآن الانتقالي يحشد لشبوة ومن خلفه نعلم تماما تقف الإمارات، الدعم العسكري أيضا والإعلامي، وربما نحن على موعد مع معركة فاصلة. هل استعدت الشرعية لمثل هذه المعركة؟ أستاذ شفيع، نعم أستاذ شفيع هل تسمعني؟ نعم يبدو أن هناك إشكالية حقيقة في التواصل بالأستاذ شفيع، كنا نود أن يكون معنا ليحدثنا أكثر عن موقف الشرعية. أستاذ صلاح، أستاذ صلاح يعني ونحن نتحدث عن الطابع الخاص الاجتماعي الخاص بشبوة، هل نستطيع القول عن دور القبيلة في شبوة؟ هل كان معادل للنجاح أو ربما لرجحان الكفة؟ يعني تفاصيل المشهد في شبوة استثنائي أساسا. يعني دائما في شبوة هناك تنوع
في التيارات والانتماءات، تجدي في البيت الواحد شخص من الحراك الجنوبي وشخص وحدوي وشخص كان في المؤتمر، فهناك تنوع دائما ما تتعايش فيه شبوة ويتقبله أهاليها. فحينما يأتي طرف الآن من الخارج ويجعل كل هؤلاء المختلفين أنهم شماليين أو أنهم يتبعون حزبا معينا هو حزب الإصلاح، هذا يستفز في القبيلة ما تعودت عليه من أنه هؤلاء أبناؤنا وهذه آراءهم ونحن متعايشين معها، لماذا أنتم تريدون أن تفرضوا رأيا جديدا؟ أيضا استدعاء ما كان يجري في قبل دولة الوحدة من محاولة قمع الرأي المختلف كان أيضا من الأشياء التي استفزت الأمور في شبوة، ويبدو أنه أيضا يستفز مناطق أخرى، يعني في حضرموت وفي المهرة هناك نفس الرفض لهذا المشروع الذي يرونه مشروعا إقصائيا لا يريد مصلحة الجنوبيين وإنما مصلحة أجندة خارجية. إذن قيادة الانتقال تحاول تصوير المعركة في شبوة أنها بين شمال وجنوب، ومن قبل كانوا يقولون الجنوب والإصلاح وما إلى ذلك، ما هي طبيعة المعركة اليوم؟ أنا استغربت اليوم وأنا أقرأ تغريدة سالم ثابت العولقي من أن هذه حرب شمالية جنوبية، رغم أنها يعني عمليا جنوبية جنوبية، هي صح لهذا صراع جنوبي جنوبي منذ حاصروا بيت أحمد الميسري، هؤلاء كلهم جنوبيين، الميسري والجبواني ومن هم موجودين في شبوة الجميع جنوبيين، ولكن يعني يراد أن يقصوا ويراد أن يشيطنوا من أجل أن تشرعن هذه العملية العسكرية. وأنا أستغرب هذا الأمر حقيقة من قيادات الانتقالي، يعني على من تضحكون أنتم إذا استطعتم ترويج نفسكم لأبو ظبي والضاحي خلفان؟ هناك من اليمنيين من هم أعقل من هذه الأدوات الإماراتية، نحن نفهم من هو الجنوبي ومن هو الذي يريد خير للجنوب ومن هو المرتزق الذي حتى يستلم ملابسه من الإمارات. نعم، إذن إن شاء الله عاد إلينا الأستاذ شفيع. أستاذ شفيع هل تسمعني الآن؟ جيدا جيدا. نعم، إذا أستاذ شفيع كنت سألتك حول حشد الانتقالي لشبوة وأيضا دعم الإمارات عسكريا وإعلاميا له، هل استعدت الشرعية لمثل هذه الحشود؟ نعلم تماما أن الإمارات لن تقبل بهذه الهزيمة وربما ستحاول بصورة أكبر، أم ستخذل شبوة كما خذلت من قبل العديد من المناطق؟ المعركة اليوم في شبوة هي بين مشروع الدولة ومشروع الفوضى، مشروع الملشنة. السلطة المحلية هي الأكثر حرصا منذ البداية على سلامة المواطنين وسلامة حتى أخواننا وأبنائنا الموجودين في مع ميليشيات النخبة، وبالتالي عملت منذ البداية على تقديم كثير من التنازلات، لكن ما يحدث اليوم هو محاولة للإنقلاب، لاستنساخ تجربة عدن، صورة مشوهة من انقلاب عدن داخل شبوة. فظلت السلطة المحلية في موقف المدافع، حتى الانتصارات التي تحققت هي والشرعية ما زالت في موقف الدفاع، لم تشترك كل وحداتها العسكرية الموجودة داخل المحافظة. الحكاية التي يروج لها أنصار المجلس الانتقالي الإماراتي من قدوم مقاتلين من محافظة مارب أو من محافظات شمالية أخرى لا أساس لها من الصحة، وإنما الهدف منها العزف على وتر العاطفة الجماهيرية، عاطفة الناس واستغلال المزاج الموجود داخل الجنوب. الإمارات تحشد، بالتأكيد الإمارات لن تقبل بهذه الهزيمة لأنها تعتقد أن مشروعها مكتمل الأركان، ما حدث في عدن سيسقط أو سيلغي نفسه تباعا على محافظات الجنوب الأخرى، لكن الواقع مختلف، ستحشد كثير من القوات، هم في النهاية وقود معارك للأسف الشديد، هم مجرد كما قال وزير الداخلية يبحثون عن الصرفة اليومية، يعني هم مجرد وكلاء تقودهم الإمارات إلى التهلكة. السلطة المحلية متماسكة، الأمن والأجهزة الجيش متماسكين جدا وفي معنويات عالية، لأنهم منطلقين من أهداف وطنية نبيلة، لا يدفعهم أي دافع خارجي وليس لديهم أي ارتباط بالخارج، هم مرتبطين بالأرض ومرتبطين بالوطن، ينتصرون من أجل الناس، من أجل المشروع الذي نقاتل من أجله. لدينا معركة حاسمة اليوم هي معركة استعادة الدولة، لا قيمة لنا كيمنيين بشكل عام، لا في جنوب ولا في شمال إلا في إطار الدولة. حتى القضية الجنوبية، هذه القضية السامية التي بدأت بنضالات سلمية لأبناء الجنوب وحققوا انتصارات شتى على مستوى
المجالات السياسية وأوصل رؤيتهم للعالم، لكن ما يحدث اليوم هو عملية تجريف تقوم بها الإمارات. الإمارات تسعى إلى وأد القضية الجنوبية، وتسعى الإمارات بصفتها رائدة أو زعيمة الثورة المضادة للربيع العربي لإعادة إنتاج الأنظمة السابقة، وما يحدث في الساحل الغربي من دعم وتأييد تجيش النجل المخلوع أو نجل ابن شغل المخلوع صالح، هي واحدة من الدلالات الأساسية التي تعبر عن مشروعهم الحقيقي، مشروعهم الذي يحمله لليمنيين. الإمارات إذا كانت جادة في دعم المجلس الانتقالي، كان يفترض أنها تقدم خدمات جليلة للناس، خدمات يلمسها المواطنون مباشرة في مجال حياتهم اليومية، ليس مجرد طيلة مدارس وطيلة بعض الوحدات. ربما اتضح هنا وهناك. ربما اتضحت أكثر نوايا الإمارات أستاذ شفيع، ولكن ماذا عن نوايا السعودية التي تتستر خلف دور الوسيط، وهذا الدور غير منطقي بالنسبة لها كقائدة للتحالف؟ هل هذه المرة ربما أفاقت واستوعبت ما الذي يمكن أن يحدث بخسران أو بتفكك اليمن، وستقف وقفة حقيقية خلف الشرعية والجيش الوطني؟ سيظل الرهان الحقيقي لنا كيمنيين على الولاء الوطني، هذا أولا. فيما يتعلق بالموقف السعودي، ما قامت به الإمارات منذ دخولها إلى عدن في تحرير عدن ب 2015، وهي تعمل خارج إطار الأهداف المعلنة للتحالف العربي تحت مرأى ومسمع المملكة العربية السعودية، ولم يحدث شيء من أي موقف مناهض نقصد أو موقف معلن. في شبوة ربما بدأنا نلمس تغير في الموقف، تغير في الموقف السعودي، لعل هناك حالة من الفهم لديهم لماهية الأهداف الحقيقية أو الأهداف الخفية التي تعمل من أجلها الإمارات العربية المتحدة. في تقديري الشخصي، المستهدف مما يدور في اليمن ليس الدولة اليمنية، وليس اليمنيين لديهم القدرة أنهم ينهضوا، ولديهم القدرة أنهم يبنوا دولتهم ويحلوا خلافاتهم فيما بينهم البين، حتى إذا ما أراد أبناء الجنوب أن يقيموا دولتهم مع احترام الإرادة الشعبية وتحفيظ الإرادة الشعبية، بعيدا عن محاولات فرض الامر الواقع او الاتكاء على العنف او على ادوات القوه باعتبارها لا تولد الى العنف. اشعر بان المملكه العربيه السعوديه هي المهدده المباشر، هي صاحبه الخطر المباشر من ما تقوم بالامارات العربيه المتحده. ربما دعنا نلمس مواقف ايجابيه لكثير من الكتاب السعوديين في هذا الجانب، ايضا ربما في موقف ايجابي داخل اقطاب المملكه العربيه السعوديه باتجاه الحفاظ اقل ما فيها، الحفاظ على مكانتها والحفاظ على مصداقيتها فيما يتعلق بتحقيق الاهداف التي جاءت من اجلها. ايضا في تقدير الشخصي، المملكه العربيه السعوديه لم نختارها نحن، هي قدر بالنسبه لنا، هي جوار لا بد منه بخير او بشر، لكن علينا ان نبني قناعاتنا من المنطلق اليمني. الامارات ليس لا يربطنا بها رابط جغرافي او سياسي مباشر. اليوم الموقف بدأ يتشكل، موقف مقاير، موقف الحكومة اليمنية لمجلس النواب لمجلس الشورى. إذا يفترض اليوم في المقدمة بعد الانتصارات التي تحققت في شبوة، إن على الشرعية أن تعيد صياغة علاقتها مع التحالف العربي وتضع حدا للنزوات الشيطانية للإمارات العربية المتحدة، حتى إذا استدعى الأمر إخراجها من التحالف العربي، لأن شرها وضررها بات أكبر على اليمنيين بشكل عام وعلى المشروع الوطني اليمني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الشباب، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، يعني كما تحدث الأستاذ شفيع، هناك موقف مختلف ربما للحكومة للبرلمان. الحكومة طالبت الرئيس هادي بإعفاء الإمارات، البرلمان أوصى هادي بإعادة تقييم العلاقة مع التحالف. ما الذي ينتظره الرئيس هادي برأيك؟ لما ما زال يعني لا ندري، لم يحدد موقف جاد من الإمارات؟ يعني هناك تصاعد في الموقف من الشرعية تجاه الإمارات، بداية من الوساطات التي كانت تديرها السعودية، وصولا الآن إلى البيانات الرسمية، سواء من الناطق باسم الحكومة أو هيئة رئاسة البرلمان أو مجلس الشورى. هذا التصاعد بلا شك سوف يصل إلى لحظة الفراق الكبيرة، ولكن يبدو أن الرئيس هادي لا زال يستمع إلى نصائح السعودية التي تحاول أن تلملم ما يجري وتدخل الشرعية في حوار مع الإمارات. إعادة صياغة العلاقة بين الشرعية وبين التحالف هذا مهم، لكن أن يكون حوار لأجل أهداف التحالف الأولى هو المطلوب، أما أن يكون حوار من أجل أن ترفع الإمارات أدواتها في اليمن لكي يكونوا أطرافا في المشهد اليمني، هذا مرفوض شعبيا ومرفوض جنوبيا، والرئيس يعرف ذلك وهو
ابن الجنوب، يعني لن نكون جنوبيين أكثر منه. عليه أن يلتزم بهذه الأمور ويعرف أن شعبه لن يقبل بعد اليوم بأي تهاون في مسألة السيادة اليمنية. أما الإمارات فنحن نقول لهم الآن رأيتم هذه المقاومة من شبوة، والمدرعة التي احترقت الآن في الاشتباكات الأخيرة احترقت قبل ذلك في شهر 7 عندما هاجمت النخبة الشبوانية آل المحضار في هناك. الشعب الجنوبي لا يقبل بالسياسات التي تقوم بها هذه الأدوات هناك. هناك أنجهية، هناك محاولة لفرض رأي، هناك محاولة لإقصاء اليمنيين في المحافظات الجنوبية، والجنوبيين لا يقبلوا بهذا الأسلوب. وإذا استمرت الإمارات بهذا الأمر فبعد ذلك لن تحرق المدرعات الجنوبية الإماراتية فقط، بل ربما يهدد الجنود الإماراتيين إذا كانوا موجودين في الجنوب. نعم أستاذ صلاح، يعني الحكومة أيضا منذ بداية معركة شبوة وصفت النخبة بالمتمردين وواجهت هذا الأمر بقوة، هل أثر ذلك إيجابيا برأيك والتف الناس رسميا وشعبيا حول الحكومة وكانوا يد واحدة رافضة لهذه الفوضى؟ يعني أنا كنت أتابع وقت بث كلمة ممثل اليمن في الأمم المتحدة، ووجدت سيل من بث هذه الكلمة وانتشارها في مواقع التواصل ويعني في كل مكان، وكأن الشعب كان يريد فقط كلمة من الشرعية ليلتف حولها، لكن الشرعية هي نفسها من كانت تبتعد عن شعبها، ولذلك تكون هذه الفجوة. نريدهم أن يتحدثوا، يعني الآن كان المفترض من مسؤولي الحكومة أن يظهروا في مؤتمر صحفي من السفارة اليمنية في الرياض ويحكوا للناس فعلا ما تفعله الإمارات، خاصة أن هناك بيان رسمي يعني من الحكومة اليمنية تجاه ما فعلته الإمارات، فلماذا لا يكون هناك مؤتمر صحفي، لا يكون هناك تحشيد، لا يكون هناك وفود رسمية تجول على العواصم الدولية والعالمية من أجل أن يكون هناك ضغط على الإمارات لتتوقف عن العبث في اليمن، بل نريد أن يكون هناك أيضا ملاحقة للجرائم التي ارتكبت في الجنوب، شبوة والمكلة وعدن يعاني أبناؤها من أجل بسبب هذه الميليشيات التي تدعمها الإمارات. نعم، إذن يعني الانتقالي كما تحدثنا يحاول أن يحشد بقوة للسيطرة على شبوة. نعم. الإمارات لن تقبل بالهزيمة، ويعني ربما عن جهيتها ستجعلها تفكر بالسيطرة على شبوة. برأيك هل فارق العتاد يعني سيطرة الانتقال على العاصمة عدن والوضع في شبوة بحيث أن المعسكرات هناك هي أكثر قوة التي هي مع الشرعية، هل يمكن أن يعني يلتفوا على هذا المشهد ويسقطوا شبوة في النهاية؟ هو شوفي، يعني حتى هذه الأدوات التي تدعمها الإمارات لم تثق بها تلك الثقة الكبيرة، يعني الأسلحة التي لدى المجلس الانتقالي وإن كانت كثيرة ومتقدمة لكنها ليست هي التي تصنع حسما، هم أرادوهم فقط أن يشكلوا فوضى في المناطق الجنوبية، وأرادوا الآن بعد ما جرى في عدن أن يجربوا وضعهم في الانتشار شرقا. هناك قوة لدى الشرعية وهناك قوة لدى الشعب اليمني المسلح بفطرته، لا يمكن أن تفرض آراء بهذه الطريقة، خاصة إذا استمرت الشرعية في وتيرتها الداعمة لشبوة والمناطق التي لا زالت في سيطرتها. هل أيضا هناك اختبار للسعودية قائدة التحالف العربي؟ الآن ما جرى واضح أنه محاولة لتقويض الدولة اليمنية ويهدد اليمن ويهدد السعودية أيضا في الصميم. حينما تنتشر الفوضى في الجنوب فإن الحد الجنوبي في السعودية لن يكون آمنا، خاصة أن اليوم أيضا الحوثيين يرسلون طائرة مسيرة إلى السعودية، فعلى السعودية أيضا أن تتخذ موقفا حاسما في رفض دعم الميليشيات خارج إطار الدولة، وموقف حاسم في دعم الشرعية بالدعم الكافي الذي يحمي الأراضي اليمنية. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ صلاح أن ينضم معنا محسن الحاج مستشار محافظة شبوة عبر الهاتف من شبوة. مساء الخير أستاذ صلاح، عفوا أستاذ محسن. مساكم الله بالنور جميعا أنتم والمشاهدين، وتحية خاصة لضيفك الكريم.
أهلا بك أستاذ محسن. قالت شبوة كلمتها في وجه الانتقالي والإمارات أيضا. بداية أود أن أسألك عن آخر المستجدات والأوضاع في شبوة. تحية لكم وللمشاهدين جميعا ولضيفك الكريم. شبوة الآن تنعم بالهدوء والاستقرار في عاصمة المحافظة، وقد أصبحت في قبضة الجيش الوطني والأمن، وبفضل الله تعالى تمت السيطرة على عاصمة المحافظة ظهر اليوم. نعم، هل هناك أي تعزيزات يقوم بها الانتقالي للتوجه نحو شبوة؟ أولا أريد أن أوضح بعض النقاط في هذا الجانب. أولا نحن أبناء شبوة سبق وأن سواء في الانتقالي أو في فصائل الحراك الأخرى أو في السلطة المحلية وغيرها اتفقنا أن نجنب شبوة الصراع. نعم. وقد دارت حوارات ونقاشات بيننا، وجلسنا كأخوة على طاولة حوار واحدة لمدة 3 أيام بناء على سقوط عدن وأبين. بدأ الضخ والضخ والتضليل من قبل البعض، فنحن أبناء شبوة جلسنا واتفقنا أن نجنب شبوة هذا الصراع. جميل. وبالفعل تم الاتفاق على أن تجنب شبوة هذا الصراع، لكن ما يؤسفنا إنه يمارس تضليل ويمارس حقد وكذب ودجل من خارج حدود شبوة. هناك ضخ إعلامي وتضليل يمارس وتحشد الحشود من الضالع ومن يافع ومن عدن تحت مسمى تحرير محافظة شبوة. تحريرها من من؟ تحريرها من أبنائها، من أي غزو؟ محافظ شبوة هو ابن شبوة محمد صالح بن عديو، قائد المحور هو عزيز العتيقي من أبناء شبوة، قائد مدير أمن شبوة هو عوض الدحبول من أبناء شبوة، قائد اللواء 21 هو من أبناء شبوة، قائد اللواء 30 هو من أبناء شبوة، وكذلك جبلي وكذلك بحري، كل القيادات العسكرية والمدنية هم من أبناء شبوة. فلماذا يمارس هذا التضليل على شبوة على أنها تحرر من أبنائها؟ لماذا تقرر من أبنائها؟ الآن نعم، يعني للأسف الشديد أستاذ محسن ليس فقط مسألة تحرير شبوة كما يقولون، هناك يعني اتهامات بداعش وبالقاعدة، وأحيانا شماعة الإصلاح، وأحيانا أنهم يحاربون الشماليين. يعني هناك خلط حقيقي، لا أدري ما يمكن توصيفه بهذا الشكل. يعني أصبحت هناك شماعات جاهزة لتعليق أي أهداف لهذه المعارك لا معنى لها. هذا تضليل ودجل وكذب يمارس من أجل أن يكذب ويضلل البسطاء من الناس. ليس هناك هذه المقولات قيلت في صنعاء فأسقطت الدولة تحت هذا المسمى، تحت مسمى الجرعات والإصلاح. صحيح. وغيرها والداعش ومدري إيش من هذا الكلام. هذه التضليل يمارس. نحن في شبوة مثل ما ذكرت لك كلنا اليوم انتصرنا. نحن في شبوة أخوة أعزة أحبة، الجيش والأمن والنخبة والسلطة والحراك والانتقالي، وفي مثل ما ذكرت لك قد اتفقنا أن نجنب شبوة هذا الصراع، لكن ما يمارس من تضليل من خارج حدود شبوة ومن خارج حدود اليمن هو السبب في تفجير الوضع. شبوة انتصرت للدولة. كل المكونات والوحدات العسكرية سواء في النخبة أو في الأمن كلهم أخوة، وكثير من الأخوة في النخبة يرفضون أن يقاتلوا تحت هذه المسميات. لذلك ما حصل هو 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 تضليل وكذب على الآخرين من أن تحرر شبوة من أبنائها. شبوة مثل ما يعرف الجميع، دعيني أكمل. شبوة مثل ما يعرف الجميع خلال الست الأشهر الماضية بدأت حركة التنمية تدور. بدأت الطرقات، الكهرباء، الجسور تبنى، الأوضاع، الخدمات تطبع، الخدمات تتحسن، لكن هذا لم يعجب البعض. ما دفعهم
بان نعم. يقوموا إذن... بهذا التضليل وهذا التحريض لتغيير الوضع في شبوه. هؤلاء اعداء للتنميه، هؤلاء اعداء للاستقرار، هؤلاء اعداء للدوله. وصلت الفكره استاذ محسن. لا يعرفوا الا الميليشياويه التي تدمر البلدان. اذا شكرا جزيلا لك محسن الحاج، مستشار محافظ محافظه شبوه، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. اذا اعود اليك استاذ صلاح. استاذ صلاح، يعني هناك من وصف هذه المعركة بأنها معركة عدمية، لا يراد عمليا فيها دولة مدنية، ما يقوم به الانتقالي هو مجرد يعني جلب جنوبيين لمحاربة إخوتهم، وكما تحدث أيضا الأستاذ محسن بأن هناك تضليل حقيقي. ما الذي يسعى إليه الانتقالي عمليا؟ هو فعلا لا يريد دولة، وإلا كان قد صنعها هو والإمارات في عدن التي سيطر عليها سابقا. يعني لا انفصال يريد، لا يعني لا ندري بالضبط ما هي الفكرة الأساسية التي يسعى من ورائها في كل هذه المعارك العدمية. يعني هذه المعارك العدمية التي أشعلت حربا في عدن في العشرة المحرمة من ذي الحجة، وتشعل الآن حربا في شبوة، هي نتاج مشروع عدمي. المجلس الانتقالي أساسا هو مشروع عدمي. القضية الجنوبية لم تكن تحتاج مجلسا انتقاليا تحدد شخوصه وأشكاله الإمارات. القضية الجنوبية كانت تحتاج أن تحرر اليمن من الحوثيين أولا، وندخل في حوار سياسي، وندخل في تهيئة مؤسسات الدولة من أجل طرح القضية الجنوبية حتى بشكل مختلف. لكن أن تكون أنت محافظ لعدن، وأن يكون هاني بن بريك وزيرا في الشرعية، ثم بعد إقالتهم يشكل مجلسا يريد الانقلاب على الدولة، فهنا العدمية في أوضح صورها. ولذلك لا نستغرب إذا يشعلون حرب بهذه الطريقة. وحتى يعني هاني بن بريك يقول أنا سوف أرسل خبراتي إلى خليفة حفتر. يعني هذه مستوى من انعدام العقل بشكل كامل. لذلك نحن نقول لابد أن نقف مع الدولة، جنوبيين وشماليين. أنا اليوم كنت أكتب أقول يبدو أنه لم يعد هناك قضية جنوبية عمليا، يعني ربما هم الجنوبيون يقتلون الجنوبيين. هناك قضية اسمها قضية اليمنية، دولة مستقلة ذات سيادة، هذا هو حلم اليمنيين جميعا، دولة تضم الجميع وتحمي الجميع وتحقق أحلام الجميع، هذا هو المطلوب، وهذه القضية التي لابد أن نلتف عليها. أما أن نستجيب لمن ينعق بمشروع معين وهو يتلقى تمويله من الخارج، فهذا لن يحقق لا مصلحة الجنوب ولا مصلحة الشمال. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الدكتور فارس البيل، المحلل السياسي عبر الهاتف من القاهرة. مرحبا دكتور فارس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أهلا. إذا الجيش يحقق انتصارات في محافظة شبوة على الانتقالي والإمارات، دكتور هل برأيك ستصمد هذه الانتصارات؟ أتصور أنه يفترض أن تصمد، لأننا أمام ملمح حقيقي للدولة بعد غياب طويل، ملمح حقيقي للجمهورية، يمكن أن نقول ملمح جديد لمشهد غائب، وهو مشهد الدولة ومشهد المجتمع السياسي الذي غاب في ظل هذه الفوضى المتراكمة. وقفت على السطح كثير من المشاريع الصغيرة التي أزهقت الروح الوطنية بشكل كامل. اليوم نلاحظ أن شبوة تستعيد هذه الأدوار وتعطي مثالا مهما. هذا المثال له انعكاسات كثيرة، أولا على المستوى الوطني بشكل كامل، والأمر الآخر أيضا رسالة للمجلس الانتقالي للمشاريع الأخرى بأن الإنسان اليمني ما يزال يحمل الكثير من الحب والشوق للدولة التي تعني للمواطن اليمني الكثير، بعيدا عن كل المشاريع المغلفة التي تريد أن تنزلق اليمن إلى أتون صراعات بعيدة المدى لا يمكن التنبؤ بما ستحمله من مآلات خطيرة في كل الأحوال. إذن نحن أمام مشهد مهم في تصوري. هذا المشهد ينبغي أن يستمر، وينبغي أن ينسحب على مشاهد كثيرة لأجل
على الأقل أن يعطي الحكومة الشرعية، يعطي السلطة قدرة أيضا على أن تستعيد ليس عافيتها في الحقيقة، إنما تستعيد دورها المطلوب، وتستعيد القدرة على المبادرة، وتستعيد القدرة على خدمة هذا الإنسان اليمني الذي يكافح من أجل أن يبقى في إطار دولة، من أجل أن يبقى في إطار مؤسسة تعني له الكثير. نعم. إذن بعد مطالبات عديدة بإعفاء الإمارات من التحالف، الحكومة وكذلك مجلس النواب الذي أوصى بضرورة إعادة تقييم العلاقة مع التحالف، برأيك ما الذي ينتظره الرئيس هادي؟ أنا أتصور أن إشكالية الحكومة في الحقيقة تكمن في البطء الدبلوماسي الكبير. أولا صمتت على كثير من المشكلات، وتفاقمت هذه المشكلات أو توالدت حتى هذه المشكلات في ظل صمت وعجز الحكومة، وفي ظل كثير من الأخطاء وكثير من الشلل للمشهد السياسي، حتى لمشهد الأحزاب، لمشهد الشخصيات الفاعلة، للتركيبة السياسية المجملة في اليمن. ولذلك أعتقد أن الحكومة ببطئها هذا أضاعت كثير على اليمني، أضاعت فرصة كبيرة. هذه الفرصة تكمن في أن الدولة اليمنية كانت تحوطها كثير من الدعم من التحالف بقيادة المملكة. هذا الدعم الكبير كان يفترض أن يذهب في اتجاه حقيقي إذا ما كانت الحكومة الشرعية بقدرة كاملة على أن تكون مد، وعلى أن تكون واضحة، وعلى أن تكون قادرة على جذب هذا التحالف إلى مسارها، ليس العكس. لكن ما حدث، أعتقد علينا أن نلوم أنفسنا بدرجة أساسية، ونلوم الحكومة الشرعية أنها لم تستطع أن تقدم مبادرات، أن تصلح كثير من الملفات التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة. صحيح قد يسمى هذا جلد للذات، لكن أنا أتصور أنه كان ينبغي أن يكون منذ البداية نوع من الوضوح، نوع من الشفافية، نوع من القدرة على التعامل الدبلوماسي الناعم والسياسي الواضح في نفس الوقت، لإصلاح كل الخلل ولتلافي كل هذه المتغيرات. عندما يكون هنالك فراغ فإن شيئا ما سيأتي ليملأ هذا الفراغ. هذا ما حدث في الحقيقة. عندما يكون الجسم الكبير هش فإن المشاريع الصغيرة تنمو بجواره. لذلك أعتقد أن على الحكومة الشرعية الآن أن تعالج هذا الموقف بشكل كامل، وأن يكون هذا الموقف بالنسبة لها فرصة لتعيد المسار، مسار التحالف، أين يجب أن يقف التحالف معها بكل أطرافه، وأين يجب أن تقف فيها في إطار التحالف، أين يجب أن تقف القضايا اليمنية، وما هي الأولويات التي ينبغي أن تعالجها بشكل عاجل وبشكل سريع. وأعتقد إذا لم تتعلم من كل هذه الدروس، ولم يتعلم اليمنيون من هذه الدروس، فعلينا أن لا نلوم أحد بعد ذلك في الحقيقة. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور فارس البيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذن دكتور أستاذ صلاح، يعني هناك من يرى بأن الحكومة مأسورة بشكل كامل للسعودية، الحكومة لم تنوع في تحالفاتها الاستراتيجية للأسف والجغرافية أيضا، وهناك أيضا من يقول بأن هناك تواطؤ ذاتا مع بين السعودية والإمارات، لحاجة السعودية للإمارات بشكل سياسي وعسكري أيضا. كل ذلك للأسف يؤثر بشكل أو بآخر على اليمن وعلى الوحدة واليمنيين، ما رأيك؟ هو في الحقيقة الحكومة اليمنية وحتى مؤسسة الرئاسة يعني هم في وضع صعب، تعرضوا لانقلاب ولم ينقذهم إلا هذا التحالف الذي أنشأ عاصفة تحزم من أجل إنقاذ الدولة اليمنية. فمن هذا الاعتبار من الطبيعي يعني أن تكون علاقة الحكومة الشرعية مع السعودية علاقة قوية. الأمر الآخر الآن المهم الذي لابد أن يشاهد انعكاسه على الأرض اليمنية، أن يكون هناك تصحيح للخلافات الموجودة والتي تشهد بها السعودية. السعودية كانت وسيط في موضوع سقطرة، وكانت موجودة في عدن، وموجودة في شبوة، هي شاهدت وعاينت أن هناك طرفا يحاول أن ينقلب على الشرعية، وهناك دولة حليفة لها تدعم هذا الطرف، فلا بد أن يصحح هذا الأمر. التحالف ليس له شيك على بياض دائما،
لكن هذا ما يفترض. هذا ما يفترض، ولذلك تصحيح العلاقة مطلوب. وأنا أشاهد حقيقة وأقرأ يعني كتابات السعوديين، أشاهد أن هناك انزعاجاً واضحاً، وهناك انتقاد كبير لما تفعله الإمارات في اليمن، وصل إلى حد قول العضوان الأحمري وهو صحفي يعني مقرب من صناع القرار، كان يقول هناك تطاول على السعودية التي تقود التحالف العربي. فإذا مشكلة الإمارات لم تعد مشكلة مع الشرعية وحدها، وإنما مع السعودية، ولذلك المطلوب أن يكون تصحيح العلاقة لمصلحة الجميع. في النهاية اليمن تحدها السعودية وعمان، هنا الخطر على هذين الدولتين إذا كانت هناك فوضى في البلاد. فلا بد من هذا الإقليم أن يعمل على تصحيح أي مشكلة تكون في هذا التحالف من أجل سلامة الإقليم بشكل عام. نعم، إذن الإعلامي صلاح بابقي شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.